السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه النهارده؟ ان شاء الله هقول لكم على وصفه حلوه جدا جدا زي ما حضراتكم شايفين كده. بس اهم حاجه يا ريت ما ننساش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس وكمان دوس لايك علشان يوصلك كل جديد ان شاء الله، والفيديو كمان يتشاف. اول حاجه انا هجيب جزرايه زي ما حضراتكم شايفين كده، وابتدي ان انا اقشرها وبعدين ابشرها، وابتدي اجيب مصفى كده واعمل فيها كده علشان اصفي اي مية من الجزر. بصوا انا محتاجة مية الجزر، ونفس الكلام برضو في البطاطس، هقشرها وابشرها علشان اخد مية البطاطس. عايزة اقول لكم ان الوصفة دي جميلة جدا بجد، وهتعجبكم قوي قوي قوي، ومكوناتها زي ما انتم شايفين طبيعية، واحنا بنشتريها من برة بمبالغ كبيرة جدا، فلا هنعملها في البيت وهتبقى الوصفة جميلة جدا. هنحط الاتنين على بعض زي ما حضرتكم شايفين، الجزر على البطاطس، ونجيب معلقة كبيرة من الجيلاتين. الجيلاتين ده يا بنات ممكن تلاقيه في فتح الله، تسأليه عند العطار هتلاقيه، مفيش مشكلة. هندوبه كويس قوي قوي مع مية الجزر ومية البطاطس، ونبتدي ان احنا نحطهم في اي حاجة ونرفعهم على النار، علشان انا محتاجة ان هما يتمسكوا جدا جدا عشان ينفع ان يكون ماسك يتحط على وشنا وايدينا. بصوا لحد ما تلاقيه يتماسك كده. طب ايه اللي خلاه يتماسك كده؟ اقولك اللي خلاه يبقى كده بالقوام ده، الجيلاتين. تمام، بيتفاعلوا مع الجيلاتين ويبقى عاملين كده. طيب ابتدي بقى احط على ايدي او على وشي او على اي مكان انا شايفاه كده ان هو مسمر، او ان هو مثلا عايز افتحه او كده، احطه على طول من الوصفة الجميلة دي. طبعا بتبتدي تحطي كده على ايديكي او على وشك، مفيش اي مشكلة، وبنستنى لحد ما نلاقيه. بصوا كرمش ازاي. طب ايه اللي خلاه كده؟ اللي خلاه كده الجيلاتين يا بنات. بصوا هتبتدي تشيلي كده، عايزة اقولك انت كده بتشيلي لو عندك في مراخيرك بذور سودا، لو عندك حتى بيشيل الشعر نفسه، شعر الوش برضو نفسه بيشيله. بصوا شايفين الايد بقى لونها عامل ازاي؟ بجد وصفة رهيبة رهيبة، والبطاطس مفيدة جدا والجزر مفيد جدا. يعني بصي واهو قدامك، بصي الايد بقى شكلها عامل ازاي. تبتدي تشدي كويس قوي، بصوا كده وتنضفي، هتلاقي الشكل معاكي بقى روعة. بصوا الايد هنا والايد هنا، طبعا في فرق. عايزه اقول لكم ماسك رهيب رهيب رهيب، طبعا بتعمليه على البشره، وقلت لك لو عندك بذور سودا برضو بيشيلها على طول. بصوا هنا بعد كده بنرطب باي كريم بقى عندك، اي كريم مرطب عندك، وتبتدي ان انت تدلكي كده بايديكي او وشك. تمام، ماسك روعه روعه روعه، جربوه اكتبوا لي يا بنات في الكومنتات. باي باي.